فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء: باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصبية. نعم، الفقهاء رحمهم الله عقدوا بابا أو أبوابا الذين يخرجون عن الطاعة، وهم ثلاثة أقسام. قالوا الخارجون عن قوضة الإمام ثلاثة أقسام، وهم قطاع الطريق والبغاة والخوارج. فقطاع الطرق هم الذين يعرضون للناس في الصحراء أو في البنيان، يسلبونهم المال ويقتلون الأنفس ويأتون بتهديد السلاح، هؤلاء قطاع الطرق وهم المفسدون في الأرض. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. النوع الثاني البغاة، وهم الذين يخرجون على ولي الأمر، ليس قصدهم المال كقطاع الطرق، وإنما قصدهم إنهاء الولاية المسلمة لتأويل سائغ، لكن نزلوه في غير منزله، يعني يدعوا أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إذا رأوا من ولي الأمر مخالفة من المخالفات. لا شك أن هذا منكر، قد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب إنكار المنكر على كل حال، ولكن جعله أنواعا لا يصار إلى نوع لا يصار إلى نوع لا يجدي، ولكن حسب المقدرة. ولهذا نوع صلى الله عليه وسلم إنكار المنكر بحسب المقدرة، الذي له سلطة ويقدر على إزالة المنكر بيده كالسلطان ونائب السلطان يزيل المنكر بيده بموجب السلطة التي معه، وكذلك قيم البيت، فإن صاحب البيت له سلطة على من في البيت، يغير بيده على أولاده وعلى زوجاته ومن في بيته. أما الذي ليس له سلطة فهذا يغير باللسان، وذلك بالبيان والوعظ والتذكير إذا كان عنده علم ومعرفة بالحلال والحرام والطريقة الصحيحة في الإنكار، ينكر بلسانه ولا يمد يده للتغيير، وإنما ينكر باللسان بأن يبين للناس أن هذا منكر، أو يبلغ من لهم السلطة في أن يغيروا هذا المنكر الذي حصل في محل كذا. وإذا كان المنكر صادرا من ولي الأمر، وولي الأمر ليس معصوما ما دام أنه لم يصل إلى حد الكفر، فإنه قد يقع منه مخالفات. ومع هذا أمرنا صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالعهد، وأمرنا بالصبر، ونهانا عن الخروج عليه حتى ولو كان غير مستقيم في دينه وأخلاقه، لكنه لم يصل إلى حد الكفر. فإن الخروج عليه في هذه الحالة فيه من المفسدة أشد من البقاء على المنكر الذي عنده. ومعلوم أن درء على المفسدتين ارتكاب أدناهما أمر مشروع، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كان المنكر يقع من السلطان نفسه بأقواله أو بأفعاله أو سلوكياته، فهذا يناصح سرا ولا يناصح على رؤوس الأشهاد وفي المساجد والمجالس، لأن هذا معناه إغراء للناس بالخروج على ولي الأمر وتنفير بين ولي الأمر وبين الرعية، فهذا مفسدة وليس مصلحة. ويبقى إذا كان يقدر على إبلاغ ولي الأمر بالنصيحة، إما مشافهة، وإما بأن يكتب له، وإما بأن يوصي من حوله أن يبلغوه، فهذا أمر مطلوب. وإذا لم يتمكن فإنه معذور إذا سكت في هذا الأمر، لأنه لا يقدر على إيصال الإنكار. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد ذلك، لأن من كان عنده نصيحة لولي أمر فليأخذ بيده ولينصحه
فإن قبل وإلا فإنه يكون قد أدى الذي عليه. هذا هو المطلوب في هذا الأمر. فالبغاة تجاوزوا هذا الخط وأرادوا الإنكار على ولاة الأمور بالفعل، وخرجوا على السلطان يريدون تغييره، لأنه من إنكار المنكر بزعمهم. خالفوا بذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه يصبر على ظلمهم وجورهم، لما سئل لما ذكر من ولاة الأمور وما يحصل منهم، قيل أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان. وهذا الأمر لا يتولاه الغاغة والمتعالمون، وإنما يتولى هذا الأمر العلماء، علماء الأمة هم الذين ينظرون في هذا الأمر ويناصحون ولي الأمر فيه. وأما الغاغة والعامة وأنصاف المتعلمين فلا يدخلون في هذا الموضوع الخطير الذي يبلبل الأفكار ويشتت الأمة ويسبب سفك الدماء ونهب الأموال وغير ذلك. فالصبر على ولي الأمر المؤمن وإن كان فاسقا، صبر على ما عنده أخف من الخروج عليه، لأن الخروج عليه يسبب منكرات أعظم من سفك الدماء وتفكك الأمة وشق عصا الطاعة وتدخل الأعداء في شؤون المسلمين. فما تدخل الكفار في الأمة الإسلامية أو في الدول الإسلامية إلا بسبب تلاعب سفهائها الذين يريدون الفوضى، فحينئذ يفرح الكفار ويتدخلون بحجة الحماية لطائفة منهم. ولو أن المسلمين سلكوا المنهج الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أرشد إليه الكتاب والسنة، لو سلكوا هذا المسلك لم يكن لكافر أن يتدخل بينهم، ولا لمنافق أن يروج الفتنة بينهم. هؤلاء هم البغاة. وأما الخوارج فهم الذين يخرجون على ولي الأمر بغير تأويل أو بتأويل غير سائغ، وذلك بأن يكفروا المسلمين ويكفروا ولاة الأمور ويقولون إنهم حلال الدم لأنهم كفار. هذه طريقة الخوارج، يكفرون بالذنوب التي دون الشرك ودون الكفر، يكفرون بشرب الخمر، بالزنا، بالسرقة، وهذه ليست كفرا، هذه فسق، هذه تنقص الإيمان. وأما أنها تبطل الإيمان وتنقض الإيمان فهذا قول باطل، وهذا قول الخوارج. لو كان هؤلاء كفارا لما وجب إقامة الحدود عليهم، لما وجب رجم الزاني أو جلد الزاني، لما وجب جلد شارب الخمر، لما وجب قطع يد السارق، لما وجب قطع يد ورجل قاطع الطريق، كان يقتلون وينهى أمرهم. لكن كونهم تقام عليهم الحدود هذا دليل على أنهم مؤمنون وأنهم مسلمون وأن الحدود تكفي في حقهم. فهذا من جهلهم. والسبب في هذا أنهم يأخذون طرفا من الأدلة ويتركون الطرف الآخر الذي يفسر هذا الطرف أو يبينه أو ينسخه، فهم يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون أطرافا كثيرة من الكتاب والسنة، ولهذا ضلوا. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج وأمر بقتلهم، وأخبر أنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، وأمرنا بقتلهم إنهاء لشرهم وكفا لعدوانهم وردعا لأمثالهم.